فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن القيرواني رحمه الله ألف هذه الرسالة وهو صغير؟ نعم نعم، ألفها وهو صغير في الكتاب على معلمه، لكن لما تفرس فيه النجابة والذكاء طلب منه أن يؤلف هذه الرسالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لم يبلغ العشرين يوم يؤلفها، وهو لم يبلغ العشرين من السن. هذه نتيجة التربية على الخير والتعليم الصحيح تنتج مثل هذا. نعم.